لا انا بصي انا بحب مانجا معينه، يعني مثلا ايه هي؟ بحب السكري دي بتنزل اول السيزون، وبحب الفص دي انا كنت بتنزل لسه في اقول اخر لك انا بحب السيزون. الفص برضه. هدول ماي فيفرت تايبس، وما اقدرش يعني بالنسبه لي ما اقدرش اكل اي مانجا تانية، يعني انا ما بستمتعش بيها خدت خالص. بتاع كيس مانجا فص عشان اكله على البحر في الساحل. او ماي جاد. احلى حاجه بجد يعني، مانجا على البحر لا مش مش متخيله تاني. بصراحه. اصل الفص صغير قوي، وانا كمان بعمل فيه حاجه تاني هتضايق دي، تقريبا. لخبطت المانجا لا تاني. سافر كمان بعمل ايه، بس هو يعني ماما بتقولي ايه انت بتعمليه ده، بقطع الناحيتين، هي اصلا صغيره بس بقطع الناحيتين وبعدين بعملها كده وبقلبها بتبقى كيوب، عارفه زي الكيوب يا اللي عارفه هو اتس المكان. نوت ماسي، تقدري تمسكيها كده وتاكلي. فين بقى المتعه؟ ماشي، فين اه متعه انت اكل من المانجا؟ الناس اللي هم بيحبوا بقى معلقه معلقه وتعالى. ايه؟ لا 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 انا بحط مانجا في بحر على طول. لا لا انا لا بجد انا بعشق المانجا السكري، عشان بجد بحطها كده غواصه. بجد فظيعه. مش قادره اوصف لكم قد ايه بحبها. والفص بالنسبه لي نفس الكلام، يعني بحب بجد انا الفص دي بحطها كلها في بقي، وبعدين نبتدي بقى نطلع البذره والقشره، نبتدي نكتشف ايه.